الحقيقه دكتور انا يعني مهتمه من خلال طريقه حضرتك الشرح المبسطه ان انا اتكلم معاك عن المشروعات القوميه خلال الفتره اللي فاتت. الحقيقه قطاع طيب. كبير مش هننكر ما كانش يعني او لسه مش لامس او ما لمسش اهميه هذه المشروعات القوميه بالنسبه للدوله وبالنسبه للمواطن في اي شكل من اشكاله. دورها ايه هذه المشروعات وازاي ساهمت في تحسين معادله الاقتصاد المصري؟ طب بصي حضرتك خلينا نبعد الدوله خالص علشان يعني في قطاع كبير من المواطنين ما بيتفهمش ايه فائده المشروعات بالنسبه للدوله يعني على المستوى المستقبلي وعلى مستوى ال 50 60 سنه اللي جايين. خلينا نبعد ده خالص ونتكلم عن ايه فائدتها بالنسبه للمواطن. حضرتك احنا بعد الثوره بعد في 2010 2011 وصل عندنا معدلات البطاله في 2014 قبل ما الرئيس يمسك لمستوى 13%. 13% ده رقم يعني جنوني، وخاصه البطاله كانت زايده جدا بين الشباب. لازم علشان تقللي البطاله دي تعملي مشروعات او تعمل يا اما مشروعات على المستوى الخاص، القطاع الخاص يدخل يشيل مشروعات بحيث ان هو يستوعب البطاله، او الدوله تدخل تشيل المشروعات دي بحيث ان هي تستوعبها. دي اول حاجه. تاني حاجه في نفس على نفس الخط جنب الخط بالظبط عند في الاسكان فظيعه جدا. المواطنين لا لاقيين سكن بثمن يعني اقتصادي او ثمن في المتناول، وفي نفس الوقت سوق الاسكان نفسه واقف لان في ركود تضخمي فيه. ركود تضخمي يعني ايه؟ يعني الوحدات ما بتتباعش ومع ذلك اسعارها بتغلى. واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني الاثنين ما ينفعش، يا اما الوحدات تتباع يا اما اسعارها تغلى. لا، هو الاثنين ماشيين مع بعض في نفس الوقت. علشان كده الدوله لا كانت لازم تتدخل ان هي تدخل هي تشتغل كقاطره للاقتصاد كله، وده عن طريق مشروعات قوميه كبيره جدا تستوعب عدد كبير من العماله، مش بس العماله غير المنتظمه او العماله اللي هي يعني البسيطه اللي هم مثلا عمال البناء لا، على كل المستويات تشغل بقى مصانع حديد وتشغل مصانع اسمنت وتشغل قطاع التشييد والبناء اللي الدوله اشتغلت فيه، سواء في المدن الجديده زي مثلا العاصمه الاداريه الجديده ومدينه العالمين وغيرها، او المشروع القومي للطرق. ده مش بس بيشغل الناس اللي شغاله فيه، ده بيشغل قطاعات بتدعمه مباشره، بتوفر له اسمنت وحديد ومواد واسفلت ومواد البناء نفسها. ده مش بس كده، ده بتشغل قطاعات تانية موازيه ليه زي مثلا قطاع الدعم التجاري وقطاع الاتصالات وهكذا. الدوله دخلت بنفسها تشتغل كقاطره لكل اقتصاد وطني. وفعلا الجهود دي اتت اكلها. اولا ما بقاش عندنا دلوقتي ازمه اسكان، الازمه بقت في ادنى معدلاتها على الاطلاق، لدرجه ان الدوله بقت تطرح في اعلاناتها عدد وحدات. الاعلان مثلا يبقى فيه مثلا 113,000 وحده، تلاقي اللي اتاخد في الاخر مثلا 100,000 وحده. وده يقول لنا ان احنا بقى عندنا في يعني قدرنا نفكك الى حد ما ازمه الاسكان. ده من ناحيه. تاني حاجه، معدلات البطاله انخفضت لادنى معدلاتها على الاطلاق. الربع الثالث من سنه 2019 عند معدل 7%، يعني نزلنا من 13% ل 7%. واخد بالك ده ادنى معدل على الاطلاق في تاريخ مصر. نعم. واخد بالك ازاي؟ فايه يعني انا لو انا كمحمد مثلا ما استفدتش من المشروعات اللي تمت في المدن الجديده او حاجه زي المشروع القومي للطرق او غيرها او محطات الكهرباء الضخمه او غيره، استفاد منها عامل كان بيشتغل في قطاع السياحه اللي وقف وقتها، او عامل تاني عامل يوميه وقف تماما، حياته وقفت تماما بعد الانهيار اللي حصل في الاقتصاد والتوقف عن البناء اللي حصل فيه بعد الثورتين. استفاد منه قطاعات واسعه جدا. ده ادى للمصريين في ايدهم نفقات قدروا بيها يحركوا بقيه القطاعات. يعني لو انا مثلا بشتغل مثلا في قطاع زي قطاع مثلا البحث العلمي، انا استفدت من المشروعات دي. انا بقول لك بشتغل ماليش اي علاقه بيها، لا استفدت ازاي؟ لان الانفاق بتاع المصريين كلهم زاد، لانهم اخذوا الفلوس دي في ايدهم وجهوها على طول لشراء سلع استهلاكيه. طب عايز الحق مع حضرتك ده في الداخل المصري. الكثير من الخبراء بالنسبه لي الاستثمارات الخارجيه، طبعا بتكلم عن قبل كورونا، كانوا بيقولوا لا احنا ممكن نوصل لمعدلات افضل من ذلك بكثير، على الرغم ان احنا كان يعني خلقنا مناخ استثماري جيد، تشريعات جيده. رأي حضرتك كيف الاستثمارات الخارجية طبعا ما قبل الجائحة يعني؟ طب بصي حضرتك أنا عندي نقطتين في الموضوع ده. أولا، مصر للسنة الثالثة على التوالي أو الرابعة على التوالي بما فيهم السنة دي هي أكبر البلاد الإفريقية تلقيا للاستثمار. دي أول حاجة. معدلات الاستثمار عندنا لم تتراجع من بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي. السنة دي احنا وصل لنا 9 مليار دولار سنة 2019، يعني 9 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
لكن الاستثمارات دي عليها ملاحظتين. الملاحظه الاولى ان هي كلها بتوجه لقطاع النفط وقطاع التنقيب عن الغاز يعني، وده مهما كان ده برضه قطاع من القطاعات المصريه وبدعم الاقتصاد المصري عن طريق توفير الدولارات لدى البنك المركزي عشان يقلل سعر الصرف اللي بنستخدمه بعد كده في شراء السلع الغذائيه، فبالتالي السلع الغذائيه طبعا هينخفض لما سعر الصرف بتاع الجنيه يقل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه غير القطاع ده يا دكتور، لان احنا عارفين قطاع البترول والتنقيب عن النفط قطاع مختلف. اه اتفضل يا دكتور اتفضل. ايوه. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا دلوقتي فعليا ما زال عندنا مشاكل في بنيه الاستثمار الاجنبي، احنا في ما زال، انا بقول لحضرتك ده حقيقي، واي حد هيطلع على دوينج بزنس ده مؤشر البنك الدولي بيصدره عن يعني اسمه مؤشر سهوله الاعمال، ده اي حد هيطلع عليه يعرف ان احنا ما زال عندنا مشكله، لكن هل المشكله دي احنا واقفين فيها؟ لا، الحكومه بتشتغل شغل مباشر جدا علشان يحل يفكك الازمه دي. ولو حضرتك اخذت بالك الفتره الاخيره صدر عندنا قانون الاستثمار، صدر بقى عندنا الهيئه العامه للاستثمار عملت حاجه اسمها الشباك الواحد وهكذا، لكن احنا فعليا ما زال عندنا مشاكل في جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره بالطريقه اللي مصر تستحقها. مصر لسه مش واخده وضعها الحقيقي، لكن ده اثره، ده ناتج عن تراكم مشكلات لسنين فاتت بتحاول الحكومات الحاليه المتواليه الحاليه من بعد من بعد من بعد من بعد 30 يونيو ان هي تفككها. وده خد بال حضرتك مش هينتهي في يوم وليله، لان المشكلات بتاعت الاستثمار دي بادئه من اول تخصيص قطعه الارض اللي هيتبنى على المشروع لغايه لما المشروع ده يكسب ويدفع الضريبه. فقصدي اقول لحضرتك ان المشكلات دي معقده، هتاخد وقت كبير جدا علشان تتفكك. يعني مش هتتفكك في يوم وليله، لا، احنا بنتكلم على مشكلات هيكليه. زي اقول لحضرتك مثلا على احد المشكلات، يعني مثلا صندوق النقد الدولي في المراجعه الخامسه بتاعته لبرنامج الاصلاح الاقتصادي قال ان احنا عندنا مشكله في قانون المشتريات الحكوميه. طب ده ايه علاقته بالاستثمار؟ انا بس بقول لحضرتك ان احنا عندنا قصه ان احنا نعدل المشكلات التاريخيه اللي عندنا، ده هياخد وقت، ومش هياخد سنتين ثلاثه اربعه، لا، هياخد عشرات السنين، خمس عشر سنين على بال ما نبدا نفكك البنيه دي. لكن هل كلها تتحل في لحظه واحده؟ لا، احنا بنحلها حاجه حاجه، كل ما يتاح دلوقتي يتحل بتحل. علشان كده احنا ما زال الى يومنا هذا رغم المشكلات اللي بقول لحضرتك عليها دي، معدلات الاستثمار الاجنبي بتزيد، وفي نفس الوقت في نفس الاتجاه بنحافظ على مركزنا كاول وجهه استثماريه لتلقي الاستثمارات الاجنبيه المباشره في افريقيا.